صباح الخير. بدأت صور الرئيس السوري بشار الأسد تجوب شوارع في عدد من المناطق اللبنانية استعدادا لمحطة الثالث من حزيران. سوريا المدمرة ستنتخب ولبنان المعافى سينتحب، من دون أن يتمكن من صنع رئيسه بيديه أو أن يمرر استحقاق 14 من أيار بأقل الأضرار الرئاسية الممكنة. وعلى تقويم النائب وليد جنبلاط خلال تلقيه اتصالا من الرئيس الفرنسي، فأن المشكلة ليست لديه بل لدى المسيحيين أنفسهم. ولأن المشكلة مستمرة للأربعاء الرابع على التوالي، فأن جلسة مجلس النواب للأسبوع المقبل مقبلة ومدبرة معا على تعطيل حطه النصاب من علن، وذلك بإشراف من قوى الثامن من أذار وترشيح من الرابع عشر. وقبل محطة منتصف الأسبوع النيابية، فإن الإعلام يستعد للمواجهة يوم الثلاثاء لدى مثول الجديد والأخبار أمام المحكمة الدولية، وهو سيكون يوم التضامن مع الحريات وضد سلبها دوليا، ويمتد من لاهاي إلى نقابة الصحافة في بيروت قبل المونتفيردي بعد الظهر. من لاهاي تحدثت نائبة رئيس مجلس إدارة قناة الجديد كرمة خياط عبر برنامج الأسبوع في ساعة عن مثولها أمام المحكمة الدولية يوم الثلاثاء. لماذا اختارت كرمة خياط أن تواجه في لاهاي بالوقت اللي فيه كان خيار الظهور عبر نظام المؤتمرات المتلفز من بيروت؟ جورج، نحن ما عنا شيء نخاف منه وما عنا شيء نخبيه، واخترنا أن نواجه المحكمة الدولية ببيتها وبقوانينها، وحنواجه. يعني نحن خايبين معركة لنواجه الدولة اليوم مستسلمة، دولة اليوم قررت أن تبيع حالة للمحكمة الدولية، ما مسترجية تأخذ قرار مثل بأيام الوصاية السورية، ما كان في حدا كان يسترجي يأخذ قرار، كان قناة الجديد توقف. اليوم نحن حنواجه بالقانون، ونحن ما عنا خطأ مهني 1%، ولذلك نحن حنربح. مش عم ندافع عن حالنا كقناة جديد. اليوم هذا الدفاع اللي عم نعمله والتكاليف اللي عم نتكلف فيها هو لجسم الصحافة ككل بالمان وبالعالم. بكرة بتصير في سوابق من خلال هذه المحاكمات ليقدروا يسكتوا أي وسيلة إعلام بدها تقوم بتحقيق صحفي مهني استقصائي. نحن يعني إذا المحكمة جاية أيام خايفة ما يتم عرض أدلة وأخطاء ومستندات جديدة تدل على أخطائها، هذا منا مشكلتي. نحن ما في شيء حيوقفنا لا اليوم ولا بكرة ولا بعدين، ولكن إذا المحكمة على خطأ بتفش خلقها بجسم الصحافة بلبنان، لا، هذا منه مقبول. كما رأى ناشر جريدة السفير طلال سلمان أن سيف المحكمة الدولية مسلط فوق رقابنا وأقلامنا، وأن هذا لا يبشر بالخير لا لمستقبل الإعلام ولا لسمعة المحكمة. إذا هالقد المحكمة الدولية بكل جلالها وبكل أهميتها الاستثنائية وبكل خطورتها، إذا هالقد أزعجها مثل هذا التسريب، يعني الواحد يرجع يفكر إنه هل صحيح إنه هالقد قوية، هالقد يعني إنه مفروض إنه هاي محكمة ما بتهزها جبال، يعني ما بتهزها الدول، ما بتهزها. على رأي وزير الإعلام إنه هذه يعني قائمة بقرار مجلس أمن، ما شو فينا نعمل معها؟ طيب ما بعتقد إنه، بغض النظر عن مضمون التسريب، ما بعتقد إنه مثل هذا التسريب اللي شفنا له ما يعني يعني أمثلة يمكن أقوى سابقة قد يعرقل سير العدالة يعني أو يحقر يعني. وما تعرقل سير العدالة بعدين، واضح أنه سير العدالة ممكن يأخذ له لحد هلأ صار أخذ 5 سنين، واضح أنه ممكن يأخذ بعد 10-15 سنة. فإذا كان يعني رح يضل سيف المحكمة الدولية أو يعني هيك جهات من مسلط على كل كلمة أو على كل تقرير مسلط فوق رقابنا وفوق أقلامنا، هذا بيكون يعني شيء لا يبشر بالخير أبدا، لا لمستقبل الصحافي والإعلام في لبنان، ولا حتى لسمعة المحكمة الدولية اللي هالقد مهابة وهالقد يعني عندها حصانات دولية تعصمها عن النقد وعن وبعدين ما حدا وصل إلى حد انتقاد المحكمة الدولية وسلوكها. كل الموضوع انه في خلل، ربما يكون في خلل في بعض اجهزتها هو المتسبب في هذا التسريب، وبالتالي تشوف 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 داخلها يعني اكثر ما انه تروح لبرا تحاول تحاكم الاعلام يعني.
المحامي رشاد سلامي أكد أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يتحدث عن حرية الرأي والتعبير، لافتا إلى أن نصوص هذا الإعلان غير قابلة للاجتهاد وهي بالتالي فوق قانون المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. هذه المادة 60 مكرر أضيفت بتاريخ 10 تشرين الثاني 2010 وعدلت ب20/2/2013. يعني كان المفروض إذا كان هيدي المادة اللي هلأ في موضوع الاستدعاء اللي حاصل، نعم، أنه تكون موجودة بالقانون اللي قيل لنا أنه أنجز بالتاريخ اللي ذكرته. المحكمة اعتبرت أنه ما كان كافي المادة 60 الموجودة اللي هي بتعاقب المحامي أو متهم يلي بيسيء السلوك أمام المحكمة. لقيت أنه بدها تحصن حالة من انتقادات اعتبرت أنه هي معرضة لإلها، وفعلا هي معرضة لإلها وعرفت هالشي. عملت المادة 60 مكرر، عطيت لحالة حصانات مش موجودة ولا مطر على الإطلاق. مادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يلي بتحكي عن حصانات مهمة، يعني هي لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونشرها بأي وسيلة كانت دون تقيد بحدود جغرافية. فيها النص هذا فوق قانون المحكمة. ليش فوق قانون المحكمة؟ لأنه المادة 30 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بتقول ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله، يعني الاجتهاد بتفسيره. هذه النصوص ملزمة وليست قابلة لأي تعديل أو اجتهاد أبداً. أو اجتزاء إطلاق. أو تحوير أو تحريف إطلاقاً. نعم. إطلاقاً. إن وجد اللبناني مزاحمة سورية على لقمة عيشه فإن العامل السوري يرى العكس وبدأ ينتسب إلى رابطة تضمن له حقه في سوق العمل على الأرض اللبنانية. أكثر من 2 مليون نازح سوري بين عائلات تعتاش من المساعدات الأممية التي تكاد لا تكفي الحاجات اليومية وبين عمال قرروا أن يكدحوا في سبيل لقمة عيشهم. نهار الأحد قرر عدد من السوريين المقيمين في لبنان النزول في مناطق عدة إلى الشارع دعما للرئيس السوري، ومنهم لم يكن قرار الراحة بيده في يوم يعتبر يوم رزق. عند مدخل صبرا المواجه لمنطقة بئر حسن يكاد يختلط عليك المشهد وكأنك في أحد الأحياء الشعبية في الشام أو حمص قبل الأزمة التي لم تطح بمعظم الأسواق الشعبية فحسب بل بروادها وباعتها فرمت بهم إلى البلدان المجاورة وأولها لبنان. فهنا سوق صبرا الذي وجد السوري فيه باب رزق، وعند الزاوية هناك اعتصام لسوريين مؤيدين للرئيس، وفوق داخل هذه النافذة نافذة أمل لهؤلاء العمال. فرابطة العمال السوريين في لبنان بدأت عملها حديثا لتكون كنقابة لهم تهتم بحقوقهم. رابط العمال السوريين في لبنان من 1977 موجودة وكان إلى نشاط. بدأنا هلأ لنشوف معاناة المواطن السوري والإحصاء دي عنا بكل منطقة، حتى الأجور، حتى في بعض منهم الصرف التعسفي من للمواطن، في بعض منهم ما بياخد حقه. رقابة بتعني بكل شؤون العامل السوري، ما يعني العامل السوري اليوم بيصير معه مشكلة بعمله ما بيعرف يروح يدافع عن وضعه، بنحط له محامي بيدافع عنه. مورد النقابة بحسب القيمين عليها هو من الاشتراكات الشهرية للمنتسبين إليها. اليوم بدأوا حرب على العامل السوري، أخذ اليد العامل اللبناني، يد عامل ما في، وكأنه بدي يحطوا كل أزمة الاقتصاد اللبناني الموجودة حاليا بهذا العامل الفقير الموجود. بال2005 نفس هاي الجهات اللي ضربت السوري من أبنية من الورش بيزتوه على ظهر السطح وبيزتوه، من هاي المجموعات اللي هلأ عم تحكي كانت بالمواطن السوري وقلبوا على سوريا وعلى الشعب السوري عم ناخذ لهم بطانيات.
داخل المكتب سوريون أتوا لينتسبوا لعلهم يأخذون حقوقا يعتبرونها مهدورة. الواحد الله أعلم كيف عم يدبر حاله، الحمد لله على كل حال. اليوم جيت لأنتسب وعطيت الأستاذ صور وكل شيء مثل عادي، والرابطة هي بيت أمان لأنا يعني. يوميا بجيب تقريبا شيء 1100 اسم بشكل يومي، جداول برفع على الرابطة والرابطة بترفع على السفارة. بالعودة إلى الخارج المكتظ، عمال يعتبرون أنهم لم يأخذوا شيئا من درب اللبنانيين، فهم يقومون بمهام لا يرضى اللبناني القيام بها أصلا. في شوية مضايقات بس يعني بضل أشوى بالرابطة، هلا أكيد حيتحسن الوضع أكيد. لا ما عم ناخذ شغل حدا هون، المعلم اللبناني أو العامل اللبناني ما بيشتغل مثل العامل السوري، في كتير عمال سوري عم تشتغل وعم يتاكل حقه. اللبناني ما بيشتغل مرفع بس السوري بيشتغل. في لبنانيين بيقولوا إنه شلتوهن وحطوا محل. أكيد هالشيء، بدل ما بيجيبوا $50 العامل بيجيبوا $30 سوري، سوري بيرضى. ومنهم من لم يأخذ عربة من درب لبناني ولا وظيفة، بل أتى بتقاليد بلده ليكسب منها لقمة عيش ولو كانت جدا متواضعة. من سوريا هي، ما أنا شغلتي من سوريا. شو بتعمل هاي؟ هي تمر هندي هاي. إذا استندنا إلى القانون النسبي فإن المعادلة هي أن اللبناني يرى أن السوري أكل الأخضر واليابس في سوق العمل اللبناني، السوري من جهته يرى نفسه العامل ذا الأجر الزهيد المحروم من حقوقه في العمل. أما بالرجوع إلى قانون الدول بالتعامل مع النزوح فالمعادلة هنا تؤكد أن اللوم كل اللوم يقع على السياسة التي اتخذتها الدولة اللبنانية في التعاطي مع موضوع اللاجئين السوريين، فلا المخيمات على الحدود نصبت لضبط النزوح ولا السوق نظمت لتتسع للجميع، فغرق السوق وأغرق معه العامل اللبناني لتلحق بهم حقوق العامل السوري. نوال بري، قناة الجديد. وفي سوريا تتواصل العودة إلى حمص الخالية من المسلحين ومقتل 3 قياديين أساسيين لجبهة النصرة في المعارك الدائرة على غير جبهة. يستمر توافد العائدين إلى حمص القديمة بعد إعلانها منطقة آمنة وخالية من المسلحين، ووسط الدمار أقيم قداس وصلاة شكر في كنيسة أم الزنار في حمص القديمة من أجل عودة الأمان إلى المدينة، حيث أعلن الجيش السوري عن تفكيك عدد من العبوات في أرجاء مختلفة. توازيا تستمر المعارك على أكثر من جبهة خصوصا شمالية البلاد في حلب، وسط معلومات متضاربة عن الجهة التي تحقق تقدما ميدانيا على وقع تبادل الاتهامات بين أطراف معارضة، كان آخرها اتهام أحد القياديين في جبهة النصرة سامي العريدي رئيس الائتلاف المعارض أحمد الجربة بسرقة $75 مليون من المساعدات التي قدمت للشعب السوري. ومن الشمال إلى الجنوب وتحديدا في محافظة القنيطرة، أعلن الجيش الإسرائيلي المنطقة القريبة من شمالي الجولان المحتل منطقة عسكرية مغلقة بعد تبادل لإطلاق النار بين الجيش السوري والمجموعات المسلحة قرب القنيطرة. ونقلت وكالة فرانس بريس عن ناطق باسم الجيش الإسرائيلي قوله إن المنطقة المحيطة ببلدة القنيطرة أغلقت لدواعٍ أمنية. وفي الاقتتال العنيف بين داعش وجبهة النصرة في دير الزور، سقط عشرات المقاتلين من الجانبين، من بينهم عايش خلف الحسن الملقب بأبو دجانة وهو المفتي الشرعي لجبهة النصرة على أيدي داعش، إلى جانب قاسم السعران أحد قضاة من يعرف بمشايخ الهيئة الشرعية لجبهة النصرة في دير الزور. وبالقرب من كسب في شمالي اللاذقية قتل أحمد نجيب قائد كتيبة مصعب بن عمير في الجبهة الإسلامية في اشتباكات مع الجيش السوري، وهو من القادة الأساسيين والميدانيين في الجبهة الإسلامية. في الشأن الانتخابي السوري، انطلقت الحملات الانتخابية لاسيما في دمشق للمرشحين 3 بالانتخابات الرئاسية، وهم ماهر عبد الحفيظ حجار، حسان عبد الله النويري، والرئيس السوري بشار الأسد، وذلك بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات عن رفضها للطعون المقدمة من مرشحين آخرين. وامتلأت شوارع دمشق بملصقات دعائية للمرشحين مع مقتطفات عن برامجهم الانتخابية. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا أسف وزارة الخارجية لعدم تمكن المواطنين السوريين المقيمين على الأرض الفرنسية من ممارسة حقهم الدستوري بالمشاركة بالانتخابات الرئاسية لاعتراض الحكومة الفرنسية على هذا الإجراء في السفارة السورية في باريس. مصالح الدول تتقاطع لضرب الجهاديين في سوريا والحد من خطر العائدين منهم، ولتركيا الدور الأبرز. هي المرة الرابعة التي يجتمع فيها الأوروبيون تحت سقف بروكسل لضبط مرحلة ما بعد الجهاديين وباب الإرهاب المفتوح على أوروبا والعالم إذا ما عادوا أحياء من الحرب السورية.
وزراء داخلية وعدل، خبراء ومسؤولون من 13 دولة وممثلون عن أمريكا وألمانيا وتركيا والمغرب وتونس بحثوا ضمن مجموعة العمل الدولية في كيفية معالجة ظاهرة الإرهاب والجماعات المتطرفة التي تقاتل في سوريا، لكنهم وجدوا أنفسهم في حرب على المجهول والأشباح. من ذهب للقتال سيعود خبيرا ويمتلك فنونا إضافية في الإرهاب اكتسبها من الساحة السورية، فكان لابد من البحث عن طريقة لإشراك الدول التي تكون ممرا للإرهابيين أو مقرا لإيوائهم وتدريبهم. وهنا تدخل تركيا والمغرب وتونس كدول فاعلة على خطوط هجرة الإرهابيين وتسللهم. الجهاديون صانعة الغرب باتوا قلق الغرب بعد خروجهم من القمقم، ومنهم من يكشف أصوله ومنشأ رعايته كأبي حمزة المصري الذي سلمته بريطانيا لأمريكا، فهو يقول إن لندنستان كانت بوتقة للأصوليين والمتطرفين من مختلف أنحاء العالم، ما تسبب باعتقاله وتسليمه. فيما أكد وزير خارجية بريطانيا ويليام هيك قبيل زيارته بيروت أن المتطرفين خطر علينا لدى عودتهم، على أن الأهم في الاجتماع الأوروبي الدور الذي أسند إلى تركيا في مقارعة ما صنعته أيديها. وأنقرة تبيع الغرب اليوم بعضا من منتجاتها الإرهابية وتقدم تاليا أوراق اعتماد إلى الاتحاد الأوروبي حلمها الدائم. تذهب تركيا إلى أبعد مما يطلب منها، وقد بدأت استخباراتها فرض حصار على طرق الإمدادات للمعارضة السورية في ريف اللاذقية، وأنشأت كتيبة متخصصة بملاحقة بعض القيادات الجهادية، ونفذت عمليات قتل واغتيال للائحة من الأسماء، وبينهم جهاديون سعوديون ومغاربة طلبت الرياض التخلص منهم. وسلم الأتراك أيضا قائد كتيبة ملة أبو إبراهيم إلى الاستخبارات الألمانية لتجنيده مجموعة كبيرة من الألمان بينهم مغني الراب الشهير أبو طلحة. واعتقلت أنقرة أيضا مفتي جيش المهاجرين والأنصار أركان الرميحي، وسلمت إلى السعودية الأمير الشرعي لجبهة النصرة أبو منذر الخالدي، وتمكنت من مد يدها إلى المتطرفين في قلب اللاذقية ومطاردتهم في معقلهم، وهم قيادات في الصف الأول من الجهاديين وبينهم أبو خالد السوري وأبو عبد العزيز القطري وأبو مصعب الجعبور وغيرهم. تنفذ تركيا مقررات بلجيكا وأكثر، وجهدها في ضرب الجهاد على أرضها والأراضي السورية معا يثبت أن كل حالات الخطف كانت تحت إشرافها، فلا أبو إبراهيم خطف زوار أعزاز ولا المطرانان اختفيا من دون معرفتها. وكما تبدو يد أنقرة طويلة اليوم في الاقتصاص من الإرهابيين، فقد كان بإمكانها وضع حد مبكر لمأساة اللبنانيين ووضع نهاية لملف المطرانين. بعد الخطة الأمنية وتسليم بعض قادة المحاور أنفسهم، كيف هي الأحوال في طرابلس؟ تحقيق رشال كرم. حين تمنح الحياة لطرابلس تتمسك المدينة بها ولا تتخلى عنها بسهولة، فوسط أجواء احتفالية ورياضية انطلق نصف ماراثون بيروت الدولي تحت شعار حنضل نركض للسلام بمشاركة أكثر من 20,000 شخص من طرابلس والشمال خصوصا، إضافة إلى عدائين وعداءات من أبطال العالم. بجنن يعني، صاروا أنا صرت ماراثونين مشارك فيه كتير روعة، يعني بده شوي بصير مثل بيروت احلى من بيروت ماراثون. وبعيدا عن معرض الرئيس رشيد كرامي زرنا أزقة المدينة، وبدل الأعلام الحزبية والإسلامية ترفرف أعلام الدول المشاركة في كأس العالم لكرة القدم. من هنا تدرك أن طرابلس المشاكل دفنت، وقامت طرابلس الطمأنينة والبحبوحة على جميع الأصعدة. الحمد لله أحسن من أول، أحسن من أول بكتير، يعني فرقت 50% تقريبا. تشتري كفر للسيولاريات، العالم عم بيشتري كل شيء، ولا بس عم تنزل على البلد، او شيء غريب ما كان ينزل على البلد. نشتري ذهب وفضه. نعم. شو العالم عم تجي؟ في حركه طبعا، في حركه. كنت واقفه؟ بالاول كنت واقفه كثير، هلا في حركه 60% 70% احسن من الاول. شو عم يجيبوا دهبيتهم؟ عم بيشتروا؟ لا، في كثير بيشتروا، في كثير بيبيعوا بنفس الوقت. انا من استراليا، من سيدني، اهلي هون عايشين هون. صلت 3 سنين ما جيت لهون، وهلا بعد الأحداث ما رديت جيت وانبسطت كتير. كانوا مخوفين أهلي كتير، اصحى تجي وشباب يقولوا اصحى تجي،
بنصح كل شاب لبناني هلا بشوف اهله بزور منطقته، منطقه هون بألف خير. اوتيلات مثلا مصر في عالم عم تشوفوا اجانب، مطاعم فوله. انا بعطيكي مثل حي عندي، نحن بكره سعاده السفير الفرنسي جاي لعنا ليعمل جوله ليشوف النشاطات اللي قائمه بين البلديه وبين السفاره الفرنسيه والجمعيات الفرنسيه الان جي اوز الفرنسيه. غيرها لما عملنا من حوالي من ب 26 شهر عملنا يوم طرابلس، كان في عندنا 7 سفره موجودين، هذا كان بالسابق كانوا عندهم ترافل اليرت ممنوع انه يجوا لهون. فهذا يعني بدك تبلشي من القرارات الدول انه صارت مرتاحه تبعت سفراءها. بتطلع على الجبل؟ ايه بطلع وبنزل، انا هونيك بيتي بمشول حريري. ايه بطلع وبنزل طبيعي. كان بيجيني كثير تواصل من استراليا، من اوروبا، من كندا، انه نحن هالصيفيه جايين ويا ريس قلنا اذا بدنا نشتري اراضي، اذا بدنا نشتري عقارات، اذا بدنا نشتري بيوت، كيف الوضع، وكله عم شجعهم لانه هذا الواقع فعلا. انا بعتقد الحقبه الماضيه ولت ورا ظهرنا. الصراع في جبل محسن بات على البرازيل والأرجنتين وألمانيا، ولكن لأن الجبل لطالما كان محاصرا خلال الجولات العسكرية فللهدوء الأمني منافعه كما مداره. أول بالمعارك كنا نبيع أكثر، كانت الناس محصورة، هلا وقفت رزقتنا، بس لا معلش ما بدنا نشتغل ويضل في أمن والناس تروح وتجي، ما بدنا أكثر منه. هلا أنتم هون بالجبل بالمعارك كنتوا أفضل ولا هلا أفضل؟ افضل كنا. هلا العالم ما حدا له 400 عاد بالشارع بقى. هلا شو ما حدا له 400 عاد بالشارع؟ كل العالم مطلوبه، هل بيقول لك مطلوب عليه؟ ما حدا له 400 عاد بالشارع، يعني عم يجوا ياخذوا البريئين هلا صوروا. طيب قبل كنت تطلع اكثر ولا هلا صرت عم تطلع مصاري؟ قبل كنت احسن. كان انت بعدك جاي من البحر؟ عم تظهر بشكل عادي؟ عودي بس هسه هلا ما رجعونا على شغلنا، يعني كحشونا من وقت الاوضاع لهلا ما رجعنا، لانه على القوز بالاجر خفنا ما عاد رحنا، اجوا كحشونا من الشغل. الجو هلا احسن من الاول، من لقطه طانيس وصوب العالم على الطرقات وجرحى هول، مين بدي يعوض على جرحى؟ لا ما نزلنا بالمره، بس هلا صرنا بننزل ونطلع على البلد بكل رياحها. عم تلعب ورق فضه راسكم؟ لا الحمد لله نحن بألف خير. بالمعارك عم نلعب ورق. بالمعارك كمان بنلعب ورق كمان. هلا بيجوا لعندكم من البلد على الجبل؟ من البلد على الجبل، من المنكوبين، من الريب، ومن وين ما كان بيجوا على المنطقة هون بيتبضعوا ويفلوا. وكنتوا تحاربوا بعضكم قبل؟ على طول. ومن علامات نهضة طرابلس المطاعم، لا سيما تلك التي أضرمت بها النيران في ذاك اليوم، أما حاليا فغاب الأسود وتلونت جدرانه مجددا، فهل فعلا انتهى زمن طرابلس باللون الأسود؟ وزهرت المدينة ألوان الحياة والعيش الهني. من طرابلس رشا الكرم، قناة الجديد. في النبطي انقلبت حافلة ألعاب للأولاد على طريق عبة ما أدى إلى سقوط 7 جرحى من الأطفال، وقد حضرت فرق الإسعاف إلى المكان ونقلت المصابين إلى المستشفيات. العثور على جنين على شاطئ صور، مجزرة بيئية جديدة بحق الشاطئ اللبناني قبالة معمل الكهرباء في الجي، وأخبار أخرى في بانوراما محلية لرامز القاضي. عثر في صور أحد المواطنين وبينما كان يتنزه ليلا على جنين مرمي على شاطئ البحر، وعلى الأثر جرى إبلاغ شرطة بلدية صور التي بدورها أبلغت القوى الأمنية، حيث حضرت إلى المكان وضربت طوقا أمنيا وفتحت تحقيقا في الحادث. هذه البقعة النفطية المنتشرة في محيط معمل الكهرباء في الجي لجهة الجنوب تكاد تكون الشغل الشاغل لكل من رآها في محاولة لمعرفة مصدرها. الجولة لرصد البقع بدأت من ميناء صيدا وصولا إلى منطقة الجي وتحديدا قبالة معمل الكهرباء، وقد بدا واضحا البقع السوداء الكبيرة التي تنتقل عبر الأمواج باتجاه الجنوب وصولا إلى الرميلي ومدخل صيدا الشمالي، والتي ساعد في انتقالها الرياح القوية باتجاه الجنوب. تلوث كيميائي خطير عم يغزو شواطئ صيدا، وله معنى كتير كبير لنا خاصة مثل هالنهار لأنه له رمزية اليوم يوم الأزرق الكبير. انتقلت حملة الأزرق الكبير من شواطئ بيروت إلى شواطئ صيدا، حيث شارك وزير البيئة محمد المشنوق ممثلا رئيس الجمهورية في تنظيف الرمال من النفايات التي رمتها أيادي البشر. الحملة جرت بالتعاون مع بلدية صيدا وبمشاركة جمعيات أهلية وبيئية وتربوية وكشفية وصحية. حب خبركم أنه تم إقرار قانون البيئة في مجلس النواب
وأصبح لدينا الآن محامون عامون بيئيون في كل المناطق اللبنانية في كل المحافظات، ومحققون بيئيون، وهناك أيضا ضابطة بيئية، وهناك أيضا سجل عدلي بيئي. هذا كله سيؤدي حتما إلى مشاركة المواطنين في تفعيل دورهم. الحملة جابت شواطئ الجنوب وحطت رحالها في صور، حيث وزعت البلدية أكياس النايلون والقفازات على الطلاب المشاركين في حملة التنظيف. النائب نواف الموسوي رأى أن على المرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون قادرا على توحيد اللبنانيين، لا أن يكون مجرد ترشحه سببا في انقسامهم. يجب أن يكون بمقدور كل صحفي وكل إعلامي في لبنان، يجب أن يكون بمقدوره أن يقول ما يعتبر أنه الحقيقة أيا كانت الحقيقة، ولا يجب أن يرفع فوق رؤوس الإعلاميين سيف مسلط اسمه السجن أو الملاحقة أو الاعتقال. التقى وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر في دارته في بعلبك وفودا شعبية ضمت رؤساء بلديات واتحادات بلدية ومخاتير طلبته بتفعيل الإنماء في المنطقة. ونحن مدعوون جميعا إلى المساهمة في ورشة هذه الوحدة الوطنية الإنقاذية في البناء والإنقاذ. مدعوون أيضا لانتخاب رئيس للجمهورية كما ذكر زميلي الأستاذ نوار الساحلي، يكون جامعاً بين كل اللبنانيين وأيضاً لكل اللبنانيين مع شعبه وجيشه ومقاومته حتى نستكمل التحرير الكامل ونطرد هذا العدو الغاصب لأرضنا، العدو الأوحد الذي هو إسرائيل، هذا الكيان الغاصب لأرضنا. أحيى الحزب السوري القومي الاجتماعي الذكرى السادسة لشهداء مجزرة حلبة تحت عنوان لم ولن ننسى حلبة، في احتفال أقيم في منفذية حلبة في عكار، وألقيت بالمناسبة كلمات طالبت بالكشف عن منفذي الجريمة لينالوا عقابهم. المجزرة لم تكن وليدة مظاهرة شعبية سلمية كانت أو مسلحة، بل إن هذه المجزرة قد خطط لها في ليل أسود ونفذت باستغلال المظاهرة وحرفها عن خطها، وإننا نطالب المسؤولين في الدولة بالكشف عن الزمرة المجرمة المخططة والمنفذة لتنال العقاب الرادع. ووضعت الأكاليل على نصب تذكاري للشهداء الذين سقطوا في المجزرة. مؤتمر إنقاذ في اليونسكو يطرح مبادئ دستورية وخطة عمل للشروع في مرحلة انتقالية تخرج النظام من أزمته. في استكمال لعمل المؤتمر الوطني للإنقاذ وإعادة التأسيس الذي بدأ أعماله منذ 11 شهراً، التقى المؤتمرون في اليونسكو للدعوة إلى قيام هيئة تأسيسية انتقالية تتولى الإشراف على مرحلة انتقالية يجري فيها الإعداد لإعادة بناء الدولة ومؤسساتها الدستورية. مؤتمرات الإنقاذ غالبا ما تنتهي إلى البحث عمن ينقذها من أزماتها، غير أن المؤتمرين متفائلون نتيجة تغيرات داخلية وإقليمية. الذي تغير في رأينا أمران خارجي وداخلي. المتغير الخارجي هو انهيار تلك الأساسات الخارجية مع بداية الأزمة السورية قبل أعوام، ولا نعتقد أن بلدنا اليوم أو في المدى المنظور قادر على استجداء معادلة خارجية جديدة بسبب انشغال مختلف الأطراف الغربية تحديداً في قضايا أهم بكثير من لبنان. أبرز المبادئ الدستورية التي توصل إليها المؤتمر تلاها عدد من الشباب. وضع إعلان دستوري مؤقت يرتكز على المبادئ المبنية أدناه، تقرير قانون جديد للانتخابات النيابية يقوم على قاعدة المواطنة والنسبية باللائحة المقفلة، إجراء انتخابات نيابية وفقاً لأحكام القانون الجديد. ثانياً، مجلس النواب. يضع مجلس النواب دستوراً دائماً للبلاد يشري إقراره بالاستفتاء الشعبي العام والمباشر. بعد إقرار دستور يتولى مجلس النواب تطبيق أحكامه فيما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية.
وتخلل المؤتمر مجموعة كلمات نوهت بالخلاصات التي تم الوصول إليها مع التشديد على أن العبرة تبقى في الخطوات القادمة. نائب رئيس مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية ترعى عددا من النشاطات الاجتماعية. رعت الوزيرة السابقة ليلى الصلح حميدة مأدبة غداء أقامتها دائرة نسائية في المركز الإسلامي عائشة بكار برئاسة هند دمشقية. رحبت كثيرا بفكرة إقامة قسم خاص بالمكفوفين نظرا للحاجة الملحة في بيروت. تعرفوا أنه بيروت ما في كتير مراكز للمكفوفين مع الأسف، وهن أكثر الناس مع ذوي الاحتياجات الخاصة لحاجة أنه واحد يهتم فيهم، فحين تجهزنا وجهز بإذن الله. من جهة ثانية، رعت الوزيرة الصلح حفل غداء الخير الذي أقامته رئيسة المركز الوطني للعيون في صيدا السيدة نجلاء سعد بحضور محافظ الجنوب نقول أبو ظاهر وحشد كبير من سيدات المجتمع في صيدا والجنوب، وكانت جولة للصلح على الحضور، وألقت سعد كلمة في المناسبة. نحن جايين من باب معرفنا المذهبية، عرفنا الوطنية، كل ما أسمع النشيد الوطني الزاد بصيدا دغري بتذكر الوالد رياض الصبح اللي جاها مناضل رئاسة الوزارة تكريس لهالنضال، ما كانت وظيفة مثل ما هي اليوم. وتسلمت الصلح لوحة زيتية للمرحوم الرئيس الشهيد رياض الصلح، كما لبت الوزيرة الصلح دعوة لجنة مهرجانات بعلبك بالتعاون مع كاسين لبنان، حيث جرى إطلاق برنامج مهرجانات بعلبك الدولية لصيف 2014، وكرمت مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية لدعمها المهرجان. بعلبك مدينة من نسب ومدينة من أحباب، فهي مدينة زوجي ماجد، فمش ممكن انساها، وأنا دايما بخدمتها. بقى هيدي المنطقة النائية اللي انظلمت على مرور الزمان، في زمرة خارجة عن القانون هي اللي عم تظلم، فما لازم نحاكم البقاع من خلال هدول الناس. إن شاء الله الخطة الأمنية بديت، ونحن كنا لازم نعمل قرار جماعي مثل ما قرروا فجأة أنه الخطة الأمنية ومشي حالة، لازم نعمل خطة اجتماعية نحن ونروح كلنا عبعلبك نحضر المهرجان. وتسلمت الوزيرة ليلى الصلح حميدة درعاً تقديرية وجالت على الحضور. شهد شرق أوكرانيا استفتاء على الاستقلال، وكييف قلقة من تكرار السيناريو الذي أدى في أذار إلى ألحاق شبه جزيرة القرم بروسيا. فصل جديد من فصول احتدام الصراع الأوكراني الروسي عاشته منطقة شرقي أوكرانيا اليوم. الاستفتاء المثير للجدل بدأ صباحاً في أنحاء دونتسك ولوهانسك لتأكيد انفصال المناطق التي يسيطر عليها المعارضون الموالون لروسيا. ويأتي هذا الاستفتاء بعد أول سبقه في شبه جزيرة القرم كرد على الإطاحة بالرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش في العاصمة الأوكرانية شباط الماضي. وتبلغ مساحة مقاطعة دونتسك حوالي 26 ألف كيلومتر مربع، ويقطنها 4,400,000 نسمة، ويبلغ عدد ناخبيها حوالي 3 ملايين. وتعادل مساحة مقاطعة لوهانسك جارتها دونتسك، ويصل عدد سكانها إلى 2,400,000 نسمة، وعدد ناخبيها 1,700,000. ويهدف الاستفتاء إلى إقرار إعلان قيام كل من دولة جمهورية دونتسك الشعبية ودولة جمهورية لوغانسك الشعبية. وقد جرى الاستفتاء وسط حراسة أمنية واضحة من الموالين لروسيا، فيما أكد المراقبون أن نسبة الاستفتاء تخطت 70% قبل 4 ساعات على إقفال صناديق الاقتراع. وجددت الولايات المتحدة رفضها لهذا الاستفتاء الذي ينتهك القانون الدولي، وكذلك فعلت كل من فرنسا وألمانيا، فيما تجددت الاشتباكات على أطراف مدينة سلافيانسك، بينما سمع دوي انفجارات عديدة وقوية في المنطقة التي تعد معقل الانفصاليين في شرقي أوكرانيا. وأكدت الناطقة باسم الموالين لروسيا في سلافيانسك ستيلا خروشيفا أن المعارك استؤنفت في قرية أندريفكا على خط الجبهة عند المدخل الجنوبي للمدينة التي تضم 110 ألاف نسمة وتطوقها القوات الأوكرانية في إطار عملية واسعة لمكافحة الإرهاب بدأت مطلع الشهر الحالي. يذكر أن نتائج الاستطلاع تعلن في 12 من الشهر الحالي بحسب ما أكد ممثلون عن اللجان الانتخابية في المنطقة. إعدام جهاديين يفضح اسم الوسيط التونسي المسؤول عن إرسال مقاتلين إلى سوريا.
اعتبرت تونس من أوائل الدول المصدرة للجهاديين إلى سوريا، وقد عملت السلطات جاهدة على مواجهة هذه الظاهرة، لا سيما بعد تأكيد المجتمع الدولي محاربة الإرهاب خوفا من ارتداده عليه بعد عودة الجهاديين إلى أرضهم. في الفيديو التالي مشهد لإعدام 7 مجاهدين من الدولة الإسلامية في العراق والشام على يد مقاتلين من النصرة، وقد ساعد هذا الفيديو في الكشف عن المسؤول عن توريد الجهاديين التونسيين إلى سوريا. فأثناء تلاوة الشخص المسؤول عن الإعدام أسماء المقاتلين 7 وبينهم تونسيان، ذكر اسم بسام عاشور بصفته الوسيط التونسي في سابقة تعتبر خيانة كبرى في العرف الجهادي. وقد عمدت السلطات التونسية إلى ملاحقة عاشور وتمكنت من القبض عليه في مدينة سوسة وحكم عليه بالإعدام. أمر النائب العام المصري هشام بركات بإحالة 200 شخص على محكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالانتماء إلى تنظيم أنصار بيت المقدس وارتكاب أعمال إرهابية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما. وقالت النيابة إن المحالين من أخطر العناصر الإرهابية، منهم 102 موقوفون و98 فارا. وأكدت التحقيقات أن الرئيس المعزول محمد مرسي كان على اتصال بقيادات تنظيم بيت المقدس، واتفقوا على امتناع التنظيم عن ارتكاب أي أعمال عدائية طوال مدة حكمه. وتوضح التحقيقات أن متهمين تسللوا إلى سوريا عبر تركيا للتدرب على حرب الشوارع، ثم عادوا إلى مصر لضرب مقار أمنية وإعلامية وقيادات في الدولة بينهم المشير السيسي. وأكدت ارتباط أنصار بيت المقدس بحركة حماس التي أمدته بالأموال والسلاح لتنفيذ مخططاته. يخوض نحو 140 معتقلا فلسطينيا في سجون الاحتلال الإسرائيلي إضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم 17 على التوالي، رفضا لاستمرار اعتقالهم الإداري وللمطالبة بإطلاقهم فورا. وقال نادي الأسير الفلسطيني إن 140 أسيرا ما زالوا مضربين عن الطعام منذ 17 يوما لم يتناولوا خلالها سوى الماء، مشيرا إلى أن معظم المضربين محتجزون في سجون عوفر والنقب الصحراوي والرملي. وأوضح أن قادة الإضراب رفضوا طلبا من مصلحة السجون بفك الإضراب في مقابل وعود غير مقنعة لا ترقى إلى مطالبهم، لافتا إلى إجراءات قمعية تمارسها سلطات الاحتلال في حق الأسرى، وأبرزها حرمانهم زيارة العائلة والعزل والاعتداء بالضرب. إلى عناوين صحف اليوم الاثنين 12 أيار، والبداية مع النهار. صندوق النقد لمساعدة لبنان المكتمل المؤسسات، هل ترد السلسلة الدرجات الست للأساتذة؟ انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية السورية، رواية ألمانية تؤكد استخدام النظام الكلور. استفتاء دونيتسك ولوغانسك يهدد أوكرانيا بمزيد من التفتت، كييف تتهم موسكو بالتمويل وأولاند يعتبره لاغيا. في صحيفة السفير، يوم الغضب السلسلة في أيدي النواب، الخروق الإسرائيلية تتسع ولبنان منشغل. داعش يحشد لحسم معركة دير الزور، نزوح واسع وخطوط تماس مع مواقع الجيش وحلب عطشة. كييف تعتبر الاقتراع مهزلة إجرامية وتستعين ببلاك ووتر، انفصاليو أوكرانيا يصوتون بكثافة للاستقلال. في الأخبار، بدعة سليمان تمديد مقنع، أشرف ريفي سلم نفسك، البحرين ابن الملك متهم. ننتقل إلى الأنوار، تصاعد حملة الراعي ضد الفراغ، نرفض البقاء بلا رئيس ولو لدقيقة. طرابلس ماراثون للسلام ومصادرة أسلحة وذخائر. اشتباك بين الجيش المصري وإرهابيين في سيناء. المعارضة معركة بين داعش والنصرة في دير الزور. مقتل 12 جنديا يمنيا بهجوم على مقر للشرطة العسكرية. في صحيفة المستقبل، السنيورة وأبو فعور يؤكدان المشاركة، وألاعون يرى الجلسة كما سابقاتها. ونتابع مع المستقبل إذن، سليمان للمستقبل، الاستحقاق ينتظر الروح القدس. طيران الأسد يرتكب مجزرتين في درعا ومولودة مشوهة ثانية بسبب الكيميائي. والآن ننتقل إلى صحيفة الديار وعناوينها، الراعي يدق ناقوس الخطر، الفراغ يلغي المكون المسيحي.
الأسد سوريا تسير بثبات نحو تحقيق النصر. أجراس حمص القديمة تقرع وورش الصيانة بدأت. متطرفون يهود يقومون بأعمال عنصرية ضد المسيحيين عشية زيارة البابا. في صحيفة البناء: ارتباك أمريكي في سوريا وسعودي في لبنان والأسد سوا. واشنطن: معاملة الائتلاف كمجاهدي خلق والبحث عن معسكر أشرف. الرياض: تسريع الرئاسة يوصل عون وقبول الفراغ يعزز الشراكة السورية. البناء تنفرد بنشر تقرير داخلي للائتلاف عن زيارة واشنطن، تضخيم الإنجازات لتغطية الفشل. في صحيفة اللواء: مبادرة من 8 بنود لإنقاذ السلسلة الأربعاء. سفراء الاتحاد الأوروبي وأمريكا للحؤول دون الفراغ الرئاسي، وصندوق النقد يحذر. أبناء طرابلس: حنضل نركض للسلام. وفي البلد: الراعي، الفراغ في سدة الرئاسة يلغي المكون المسيحي. الحملات الرئاسية تنطلق. كييف: استفتاء الانفصاليين مهزلة إجرامية. روحاني: لن نقبل بالتمييز النووي. وفي الجمهورية: السفير السوري: نقدر مواصفات عون. المواد الغذائية المجلدة تسمم. في صحيفة الحياة: طائرات أردنية تدمر سيارتين على حدود سوريا، وإسرائيل تغلق معبرا في الجولان، وداعش والقوات الحكومية تطبق على دير الزور. النظام يستعجل استعادة كامل حمص قبل الانتخابات. صندوق النقد والبنك الدولي يحذران من أخطار تضخيم نفقات سلسلة الرتب. بلامبلي يطلق دعوة غربية دولية. ننتقل إلى الشرق الأوسط ونختم مع عناوينها: حملة الرئاسية في سوريا تتجاهل الحرب، معارك قرب الجولان وإسرائيل تعلن المنطقة عسكرية. حالة طوارئ غير معلنة في صنعاء والنيابة تطارد زعيم الحوثيين، قاعدة اليمن ترد على حملة الجيش بهجوم في المكلا. الشرق الأوسط تفتح ملف هجمات مايو 11 سنة على بداية حرب السعودية على القاعدة. كان في النشرة: الجديد يواجه المحكمة في دارها. اخترنا أن نواجه المحكمة الدولية ببيتها وبأوانينا. 7 جرحى في انقلاب حافلة ألعاب. طرابلس تعود إلى الحياة. الحقبة الماضية واللي ورا ظهرنا. وأصبح للعمال السوريين نقابة. الرابطة هي بيت أمان لأنا يعني. لحد الآن ما سمعت أنه عامل سوري أخذ حقه بلبنان يعني. إسرائيل تغلق معبر القنيطرة في الجولان. وأوروبا تلزم تركيا ضرب الإرهاب. ختام النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.